يا مساء الخير. ما بغيت تيجي. يا هلا بصيل. هلا والله. هلا بالغالي. حقني. كيف الحال؟ عساك طيب. شخبار؟ ما بغيت تيجي. ليه؟ ارسل لي إذا ما تبي تيجي، قل لي إذا تبي تتأخر، إذا ما أنت جاي، قل لي يا أخي. أنا ما أستأنس إلا معك. الله يعزك. ما أسولف إلا معك. أنا والله ما أنبسط إلا معك. والله صدق ضاري. ولا ينفس علي هذا. كل شوي والله. من هو؟ ناصر. ترى اقسم بالله انت جالس هنا لحالك وناصر داخل. انا منفس، انا يا ضاري انا منفس. افا انا خلاص والله افا. ليه 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 على الاستراحه؟ ترى انت الله يعزك صراحه يعني. ليه وش السالفه؟ علم خليني اجلس باستراحه. انت ليه وش بلاو في بخاطرك كلام؟ انا بخاطري كلام، بخاطري سوالف يا رجال. اعوذ بالله والله الهدى. انا صاير ما امال مال من استراحه يا اخي. فضفض لي يحت ضيقه يا اخي، ضيقه. بس انت اذا جيت خلاص تجي السعاده. انت اذا رحت تروح سعاده. عشان كذا اقول لك من الحين، قل لي اذا تبي تتاخر قل لي، ارسل لك، ارسل لي اصيل. ما اقدر اجي. طيب عيال موجودين الا بعد يا اخي. ما ابي عيال، انا ما ابي احد، انا ما ابي احد. اجلس معه اقسم بالله اتخانق معه. ليه؟ ولا متصدرين ماسكين شوش بعض. اعوذ بالله والله صدق. تخيل يا ضاري وش سا بلعب سبايدر مان. انا رجال جاي اليوم مروق حلو، جاي استراحه، ابلعب سبايدر مان، فجأة يجي هذا يخرب علي. ابلعب فيفا، ابلعب، بجمع كويزات، ابلعب التيم التيم. يخش علي منك تسكيلتي، ابي اجيب لعيبه يا اخي. جيب لعيبه، انقلع برا، جيب لعيبه، ما تيجي تخرب جوي. انا بسبايدر مان بروق. حقك والله حقي يا ضاري. شي يلعد ويغبن يا ضاري. يعني انت الحين زعلان؟ انا زعلان. انجلس بهذا الحين هنا، جلس بهذا يا رجل، ولا بيشوفه رقعت وجهه. لا نصلح بينكم ان شاء الله ونشوف الموضوع ان شاء الله. بدنا ما يعرف يلعب، كل جيم يدخل يدقون خمسه. كل جيم يدخل يدقون الظاهر هذا اللي قاهرك انت. ما ما يعرف يلعب، وهذا مستمر. لا يقول كم لعب مباراه يا ابن حلال؟ له 20 مباراه داس. كم فاز مباراه؟ ما فاز ولا واحده، ولا واحده. لا اهلي كلمة طيبة. بلعب سبايدر مان يا اخي، ابروق يا اخي. اقول بشوف الساعة، ابي اتعلق على المباني. قوم امشي ولا شيء بخاطرك. امشي نتفاهم معه. ضاري ما خلص، فضفض، اجلس. انت بخاطرك كلام والله يصيل. انا يا ضاري امر بضغوطات، اعوذ بالله. صد صراحة. ليه يا سماشة؟ امر بضغوطات يا ولد. تخبر اختبارات. ايه تخبر مذاكرة. هلا تخبر ناس ياكلون مزاجك باستراحة. اعوذ بالله. تجمعت. ايه وتخبر النوم صاير كثران، يعني النوم يلحق جوع. ويلحق جوع يا ساتر يا ضاري. لا حل بسيط، همه بسيط. انا ما ادري وش فيها يعني الفترة هذه يا ضاري، منضغط الفترة هذه، ماني متحمل احد. اعوذ بالله. يا ليت يا ضاري تعطي خبر لعيا تقول لهم احذروا من اصيل. شلون يعني التهديد؟ احذروا من اصيل. صدق خلاهم يحذرون مني. ايش بتسوي اصيل؟ تعضهم؟ لا ضاري، ها بعيد عن العض، ممكن اسوي اشياء ما تخطر على البال، فعشان كذا خلهم يجنبوني. بالاشياء اللي تونس يونسون عادي، بالاشياء اللي تغث يبعدوا. ايه يعني انا اشياء تونسن عادي اجلس معها، يعني جيب لي شاورما كذا تونسة. يا سلام. طلع انجيلا تونسة. العاب ملاهي. فلوس تونسة. ايه حوالات ملاهي زي ما قلنا. حلو تونسة. حلو تبي تغثن تيجي تلعب عندي فيفا وانا مشي العب سبايدر مان؟ لا ما تعصب كذا، اضربك. اوه. لا ما تعصب. مدت يد. لا ما تعصب، مدت يد اصيل. امد يدي وامد رجلي. انا بصلاة. عشان كذا يا ريت تقول لهم يجنبوني. لا ابشر بس سعد، خلهم يبعدون عني. انت كم لك انت باستراحه؟ يعني انا صار لي باستراحه ساعتين. لك ساعتين؟ ساعتين باستراحه. شفت العب سبايدر مان؟ اي مشت اليوم العب سبايدر مان. وليه ما لعبت؟ عي على. طيب ليه ما مديت يدك عليه؟ ما مديت، ما ابي مشاكل. شوف 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 انا عادي مستعد امد يدي. اي لا ابيك تمد يدك. اصبر خليني اتكلم. حسن. بس انا رجال ما بقروش ويجع الراس. شلون؟ نظام انه يشكيني بالمحكمه. لا ما يشكيك. لا راح مد يدك اليوم. اسمع اليوم ابي اشوفك وانت مد يدك على ابو ناصر، وبك تمد يدك على مزيكا وعلى ابو خالد. ابي اشوفك اليوم.
يا اخي ليه انت ندل؟ ليه انت ندل كذا؟ لا لا يحبك للمشاكل. لا ما احب ما احب المشاكل. تحب المشاكل. لا بس بشوف شخصيتك، ابيك تثبت لي شخصيتك القوية. انا عندي شخصية، انا عندي شخصية. امشي امشي. وعند وجه ثاني، الوجه الشرير. اصبر. اي والله هذا وجهك الثاني. لا لا صدق صدق، ابيك ابيك تمد يدك عليه. اسمع 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 اسمع، انت الحين اذا حذرتهم وقلت لها مصير ترى بدا يتغير بيهابونك. ايه خلاص عطهم، اذا ما هابوني ولا شيء انا اعرف شلون اتصرف. لا 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 اتصرف تصرف الحين. اتصرف؟ ايه. لا ما بيتصرف الحين. تكفى الحين بيك تقول. تكفى تكفى بيك. لا ضاري حلم. تكفى تكفى تكفى. اه ضبح. اه تكفى. لا لا والله تكفى. تكفى تكفى تكفى، هذا داخل منادي. بتفاهم مع ابو ناصر. السلام عليكم. السلام ورحمة. كيف الحال؟ يا هلا هلا ابو ناصر. كيف الحال؟ شلونك؟ بالله ليه ليه هاللون؟ وشو؟ ليه مزعل اصيل يا ابو ناصر؟ والله ما زعلته. ها؟ ما زعلته. ليه ما تخليه يلعب سبايدر مان؟ يا اخي ما عنده اسلوب. شو ما عنده اسلوب؟ حط له سبايدر مان. شو؟ كذا يعني تأمر علي. اوف؟ هي يا رجل. يا عاد. شلون عاد؟ البلاي ستيشن ميلا. طيب؟ اقولك حط لي سبايدر مان وبلعب. لا بس في شيء اسمه اسلوب. اصبر. وش الاسلوب؟ لازم اسلوب، لازم تعامل مع يعني بعض باسلوب. تبيني اقول لك لو سمحت بليز ارجوك حط لي سبايدر مان حتى كذا ما ليه حتى. الله صاج. يعني لو قال لك بعد اذنك ابي العب سبايدر مان. هي اعطيه. تعطيه؟ اعطيه. سلامات. وش اللي من بعد اذنك؟ كله هلو. ليه اقول له هلو؟ اسلوب هذا اسلوب. لا ماني قايل له. عادي خويي وش اسلوب؟ وش انت شلون قلت ابي سبايدر مان؟ كنت حط لي سبايدر مان ابلعب. والله حتى لو والله ما خليك تلعب. وش حط لي سبايدر مان يا اخي ابلعب. قلت تعال العب معي فيفا. يقول ماني مشتي اليوم فيفا بلعب سبايدر مان. وانا صحت. اليوم جاي مروق بلعب سبايدر مان. يطلع لي هذا اكر ام جو يا اخي. لا لا تعكر جو، خلوه يلعب سبايدر مان شوي. يا باري حتى احنا بنلعب يا باري. حتى انت كلنا بنلعب. خلاص خله مو من انت. تراك انت واحد وقصير طولك 56. لا 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 بنتقاور بنتقاور. العب 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 براحتك. اقول لك بنتقاور بنتقاور. حتى ما سويت القهوه. افا ماني مسويها. اسويها لمن يا باري؟ قهوه؟ اي ما اسويها لمن؟ انا ما اسوي قهوه الا لك يا باري ولعيونك. الله يعزك. وين؟ عندي. لا هذا تبيني اسوي له قهوه، هذا عصير ما اسوي له. امس تعال بسوي لك قهوه. والله احسبكم زين قهوه يا صيل. لا اسويها لمن؟ صدق اسويها لمن؟ هالشغل. ها؟ شلون؟ منضغط صيل، ضغوطات نفسيه. والله لا يبلع. لا والله اضغط على يا باري عشان فزعتك اللي ما تمت. عاش والله صيل. ايه ابشر والله باق هوا. ابشر والله باق هوا. يا هلا ابو جنيدي. يا هلا بك. هلا والله. يا هلا وغلا. هلا بالغالي. يا هلا بك. هلا والله. وين الناس؟ وين الغيبات؟ انت وينك؟ الحمد لله السلامة. الله يسلمك ويسمنك. امورك تمام؟ الحمد لله. وش حكمتك الجديدة اليوم ابو جنيدي؟ حكمة والله واحدة عندي اليوم. اليوم واحدة؟ اي. وش هي؟ هل هي الكلاب تسير والقافلة تنبح. عظيم فطشة لياجي تكلم بعد غدر جولك مضامي صدري تراني أحبك هل أرضي أعلم كبغاك. عاش الله أصيل. تعيش يا بعدها يا ملال العز. عاش الله تبارك الله. فنجال ايش هذا؟ هذا فنجال ما له اسم. هذا فنجال له كلمات. اسلم. يقول اشرب على وجهك 30 فنجال. فنجال ما في داعي للحلاوه وانت موجود. الله صح لسانك. يا سلام. عليكم السلام. يا هلا هلا عم مزيكا. هلا بالشيخ. يلا حيو. تعال اسمك هاي. شلون صحتك؟ بسم الله. والله 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 والله
سهل وراح مزيكا يا هلا يا هلا ومسهلا. ما سمعت كلمات الفنجان اللي تو قلتها. وش يقول؟ اشرب على وجهك 30 فنجان. هي ما في داعي للحلاوه وانت موجود. الله الله الحين ياكل فنجان. شفت تضبيطي؟ شفت تشكيلة؟ انا مضبطة. هاي تشكيلتك؟ اي والله اني انا مضبطة. شوف يا سلام يا سلام، معي كريستيانو. ايش رايك؟ اوه انا اللي عارف التناغم 31 يعني حلو. اي تناغم عالي 31. يا سلام، عندك ساديو، ساديو ماني، كريستيانو، غريزمان، ولامين يامال، يامال، وهذا هذا محمد نو، كابتن محمد نو، ابن بول. الحمد لله بس، الحمد لله بس. يا سلام، والحارس شو اسمه؟ كورتوا. كورتوا حارس ريال مدريد. والله تشكيله جميله، وكارفخال. انزل انزل، هذا وش اللي تحت؟ شوف، اوه بلينغهام، بوزوفيتش، شو اسمه هذا؟ عارف هذا؟ نيفيز. نيفيز، بنزيما، لابورت، حكومه، لابورت، حبيبي، كوليبالي هذا. اي هذا مالكم ابن ابوي. يا جماعه اعطوني رايكم بالتشكيله بصراحه، من 10 هل تشوفون التشكيله هذه قويه ولا تشوفونها عاديه؟ كم صار لك وانت تضبط هالتشكيله؟ انا اول ما حملت عندي فيفا كم دفعت عليه بصراحه؟ فلوس؟ ايه. ولا ريال؟ ولا ريال؟ لا لا ولا ريال، ما ادفع فلوس باللعبه. يعني كريستيانو وهذول طلعوا لك؟ لا لا لا، هذا ابحث عن اللاعب واشتريه. أيوة. ولا اني يعني يطلع لي مباكج، يعني هذول كلهم باكجات؟ باكجات، ولا اخلص مهام وتجيني كوينزات وفلوس هذول. يا سلام، والله خطير. يعني شوف، عندك عندك لعيبه حلوين. عندي لعيبه مع اني مبتدئ. طيب مين اللاعب اللي تبي تشتريه؟ اللاعب اللي بشتريه حاليا مخطط عليه. ايه والله في لاعبين ودي واجد مخطط. فينيسيوس. فينيسيوس نبي جناح يسار، فينيسيوس نبي ظهير يسار، مندي، نبي الظاهره. ها الظاهره؟ الظاهره لا، اقصد انا ما اعرف باللعيبه القدماء. وشو؟ رونالدينيو. رونالدينيو حلو، فنان رونالدينيو. رونالدينيو معتزل قبل لا تنولد انت. ايش عرفك برونالدينيو؟ شلون عرفك؟ انا بالنسبه لي احب اللعيبه اللي الحين يلعبون، اللي يلعبون الحين. بالمر. ايه. بردان يا عيال، بردان. شكولات. حران حران يا عيال. شكولات. لا حركته شكولات. وش حركة؟ حركة الله. أنا خرعت المكسرات والله خوفني. السلام عليكم. السلام. كيف الحال؟ تعال يا من العز. شبت لك عصير جوافة. أقول الله يعزك يا بعد. يقول شايف ذيب. وش ذيب؟ شوف لا، تعال شوف. وشو؟ يقول لاقيه عند استراحة ذي. عند استراحة ابن ابوي. اي والله. وشو؟ مو ذيب. وش ذيب ولا لا؟ تسلبه انت بكرامة، وش اللي ذيب؟ هو يقول مش الذيب، مو ذيب. حلو، تقول مش الذيب. وش اللي؟ هذا ذيب. ها؟ هذا ذيب ولا تلب؟ يا ذيب ولا كلب؟ لا تلب. تلب وش ذيب يا ابن هذا؟ ماشي تبى تكذيب يا ولد. بعدين امشي ليه؟ شوف شوف، طولت الشاشة. ها؟ طولت الشاشة. شوف. ماشي الذيب يا عيال. ايش هذا؟ من اليوم تقول ذيب ذيب، بالنهاية طلع تل. خرة، أنا رقيت خلاص، ماني طالع برا استراحة. لا لا لا، لو ذيب كان يدور عليك. فاك بتصور. وش؟ لا لا، ما هو ذيب ابن الحلال. والله قلت مشيت بس. يعني أنت تميز. لا لا. لا لا. لا لا وش؟ يمكن ذيب. بعدين ذيب ذيله ما هو عوج. هل تلب اللي ذيب ذيله عوج؟ أنت بكرامة. أنا أتوقع إنه عندي معلومة. وش؟ أن الذيب ما يجي لون واحد. لازم فيه لون غير كذا، يعني أسود وأبيض. هذا ألف هذا. ها؟ ألف هذا. دقيق دقيق، الحين هم وش ذيك؟ تفرق بين أشياء. أنا مشيتي مشيت وش؟ مشيت زرافه. قلت لك ما يجي بلون واحد. أيه. شوف يجيك لون رارع افمه ابيض. شوف. أيه. ويجيك شيء كذا يعني في الوان، ما يجيك لون واحد ذيب الا اللي بالقطبي هذاك يجيك ابيض كله. أيه. اما هنا بالسعوديه يجيك لونين. هذه معلومه. هذه هذه معلومه. يا سلام، انا شايفه انت لون واحد انت. يمكن بسم الله الرحمن الرحيم. اي والله سميت انت. لا لا لا، لا عندك عندك. لا والله عندك، والله عندك، والله عندك، حلفت قبلك. يمكن شو اسمه هذا
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله تم طالع من المسجد. سميت انت؟ الحمد لله. اختفى. ما اختفى. صار يناظر فيني كذا من بعيد. وش شربت؟ وش الحركات هاي الطفولية؟ وش هاي الحركات؟ سوي لي جديد. ابشر بس سعد. ابشر يا ضاري هذا احلى عصير لحلى ضاري. يا ملال عز. صفقوا يا ضاري! صفقوا يلا حيوا. هلا وغلا هلا بالرنقي وين الذهب دايم ما يصدق الله يعزك والله الذهب الله يكثر من امثالك اقول الله يعزك وين ادواري تخيل لو الحين تقريبا 5 دقائق جالس اقول له اقدا ايه ابقى هوي اقدا دقيقه بنزل سنابه دقيقه بنزل سنابه والله بس اقدا ابى اكتب قصيده يا اخي ما يبيني اكتب قصيده وش القصيده والله مجنون بس ماني حافظ انا قاعد تفكر تفكر بالقصيده رقم تويتر يا العاب اقدا اقدا يا هلا يا هلا وغلا شوف الذيب ما هو ذيب الله يقلع خشمك ما هو ذيب بس هذا بس لا 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 وش البسه الكبر بعد حول هذا ياكل من هربي هذا ياكل من هربي يا طلب وجبه شفت النام كلها ايه بهموشة هذا يقول ذيب وهذا يقول بسه هو لا ذيب ولا بسه هو كلب الرنقي الحين شلون اعرف الذيب الذيب تعرفه طال عمرك من راسه راسه شامخ ابد ما يدنق راسه لا يدنق ما زي كذا يعني ذيب لا هذا حصني اسلم اسلم يا سلام على هالكشخه ايش رايك ناقصه قصيده ابو ناصر عليك ازهلك شو يقول الشاعر اصبر يقول الشاعر يقول لا تعلمنا عن اللي هرج فينا وقاق وقاق اعتبرنا لين الحين ما ندري عنه عنا لو نبي ندقق على الطايح يطيح عقاق انا اشهد والعقال اللي على روسنا مغلى منه الجريدة 10 صفحات قيمته ريال لو كلام الناس محسوب ما هذا ثمنه الله صح لسانك يا سلام تخيل ان شخصين داخل غار حول الغار هذا 10 أشخاص هذول يبغون يقتلونهم مو بس عشان عداوة كذلك في مال راح يحصلون عليهم اذا قتلوهم تخيل هذا المنظر المرعب والنبي صلى الله عليه وسلم مع صاحبه أبو بكر بثبات أبو بكر من الخوف يقول والله لو نظروا بين أقدامهم لرأونا مع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم مهدئا لأبو بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما الله أكبر يقول له أبو بكر وش ظنك بي أنا وإنت ومعانا الله إذا كان الله معك ما عليك أحد صحيح فذهب الخوف وذاب الرعب اللي في قلوب في قلب أبي بكر وذابت هذه الرجفة فعلم أبو بكر أن الله سبحانه وتعالى معه في كل مكان يحفظه ويرعاه فلا تخف موسى عليه السلام عندما وقف أمام البحر وبني إسرائيل يقولون أمامنا البحر وخلفنا فرعون أين نذهب فيقول موسى إن معي ربي اعلم أن معك ربك تيقن أنه يحفظك أينما كنت اللي فج البحر لموسى عليه السلام قادر أنه يشيل همومك وقادر أنه يلقى لك مخرج بكل ما تضيق بك بكل ضيق صحيح واعلم أنه معك فثق بالله سبحانه وتعالى وكل أمرك الله سبحانه وتعالى ولا تيأس الحياة كل مر سيمر فيها الله قالوا لي ما في سكر دكان الحرم سكر قالوا لي اوه يا الشاهي اللون خاثر هذا دم الغزال هذا دم لا اليوم اللون مختلف والله مختلف العاب انت تقول عندك مشكله انت كلك خير بركي ما وراك مشاكل الله يعزك اجي عندك اصور ونوبن يرسلون لي ناس يعزمون سير يا ابو الرنقي اروح يا وتفاجأ اليوم الثاني يدق علي واحد من الاعضاء عندهم يقول زعلان عليك هالرجع افا اي والله ليه علي انا والله زعلان وش السالفه انه اني ما جيتهم ما صورت ما صورتهم اني ما صورت حق هذا شلون هذا بحق شلون تجينا ما تصور يا اخي في ناس ما يرضى التصوير
في ناس اللي يقول لا تصورني يا اخي، انا اقدر اشكيك انك ما من حقك. وفي ناس يبونك تصورها. اي في ناس شلون؟ في ناس يبونك تصورها عادي، بالعكس ينبسطون اذا صورتها. هو الحين عنده مشكله، هو الحين مشكله هاي سهله، اذا رحت عند ناس قال عادي اصورك ولا لا، اذا قال لك اي عادي صوره ما بشيء. يا اخي انا ما امون عليها، انا امون على اخوياي اللي مثلك هم اصورها، ما ادري حق لا 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 تصرف امون عليها ولا ما امون عليها، انت ما انت زايرهم الا لانك تعرفها. يا اخي ليه ما تشربها من اوف 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 لا لا تشربها بسنابك القادر بس هذا نفسي. يا حبيبي صور صورها بسنابك، انزل عيد تقول صورها صورها بسنابك. انت سيرت على ناس قل لها معزب عادي اصورك. هذا والله من من على الشارع اللي جوه. الحين صدق صدق والله عندي سؤال، في احد يزعل انك ما صورته؟ في يقول لي تصور ضارب وانا ما تصوره. انا شلون هي صدق اعوذ بالله. اي والله انا جايك. طيب دقيقه دقيقه، انت ياكل راحتك، خل هذا يتكلم. هذا عندي نفس المشكله. انت عندك نفس المشكله العظيم. وش انت بتشبت؟ خلاص انا صورت عندك كل يوم، لازم اغير جو، خلاص انا بنسى التصوير. تيجي تتصور ليه ما تصورنا؟ ليه يصوروا يا شبيبه؟ ليه ما تصوروا؟ وش انا جيت هم بيرتاحون يعني ما بيصوروا. وش وش الراحه؟ صوروا ما تاخذ منك شيء ان سناب عادي. ما تاخذ صوروا. ما تاخذ. والله انا عند ابو فلان بس في ناس ما يدان التصوير فعلا. أنا عنده وجهه نظر ابو اللي ما يدان التصوير بيقول لك الله يهينك لا تصوره لا تنزل. فعلا والله كلامك صادق. اي والله اللي ما يدان التصوير كرست لك. عند ناس اللي الغالي ما يقدر يقول لك لا تصوره، يستحي ينحرج. ايش رايك عن مزيكا؟ والله انا اول مره اعرف ان في ناس تزعل لما صورت. يا رجال صورت بس جالس هنا ولا يدري بالعالم. ما تدري بالعالم انت يقلب عليك. قل لا اله الا الله ابن الحلال. قل لا اله الا الله. لا لا عاد والله صدق صدق بعيدا عن المزح. سناب يعتبر يوميات. واليوميات هذه تاخذ من وقت المشاهد. فلازم تقدم له مادة كويسة او محتوى هادف او تقدم له رسالة معينة. يعني لما تاخذ وقت الشخص هذا اللي قاعد يتابعك لازم تقدم له شيء كويس. فالمجاملات ما تنفع. لا لما تجلس ها احنا نجامل والله انا بنصور احيانا غصب عليك تجامل، ولكن واحد دبشتن يقول احذفه المقطع هذا انا ما ابي صورتك بس الوجه. شوف احيانا مجبور انك تجامل، ولكن بالغالب حاول انك ما تجامل لأن هذا وقت والوقت ثمين ترى عند المتابع. فقدم محتوى كويس. محتوى والله ترفيهي ترى الترفيه يعتبر جدا جميل. لكن مية على الكيف. ما يعني. الناس النشبة. كان شابلك هنا. بالغلوب. وش المادة الدراسية اللي كنت وما زلت مبدع به؟ اكتبوا لي بالكومنت وأنا بسأل العيال. عمو الزيكة. يا هلا. وش المادة الدراسية اللي كنت وما زلت مبدع به؟ مواد الدين بشكل عام. يا سلام. وأنت أبو جنيدي؟ عندي مادة العلوم. العلوم. وانت ابو الرنقي؟ انا البدنيه. ماده البدنيه يا سلام. وانت صي الرياضيات. رياضيات أي. يلا حيو. هلا يا مرحب. انا ابو خالد. انا طالب طيبين. هلا بالزين. كيف الحال يا هلا ابو مار؟ قاعد لك طيب. شلونك؟ شو الاخبار خويك؟ ما ارضى ينهان نهائي وينغلط عليه يعاقب الله اللي يهينك. من هو واحد غلط عليه هنا؟ من هو هذا؟ ابو خالد. وش ابو خالد يا ملحد انت جماع العج على طول يا اخي بس هذا شو راسك بسرعه ابو خالد يجي مشربي مسابقه العيال حامي ابو خالد حامي 50 ريال يا سلام اقدع وش اقدع وتقاهو يلا يا عيال في مسابقه ابو خالد مجهز لكم ابشروا 50 ريال بيدو انا يا سلام عليك عطى 50 ايوه والله وادعي ليل نهار تدعي ليل نهار اي والله يا بعد الدنيا لا خلاص بس نستمتع يا ابن حلال اي دعيتك خلاص نبي نستمتع اي لا تبي المتعه لا عطنا فنجان عايش عايش يا سلام يا سلام لك التالي امسك 50 حلو ابي احط يدينك فوق يديني ابعد الثلاث ابعد على البوريه امسك تاخذ ال 50 يا حلو الجائزه
50. اذا اخذها 50 تنتهي مسابقه. لا كل واحد لو ياخذها الحين اصير جاء اللي عقبه ياخذ 50. اوه حلو حلو حلو. 1 2 3 10 اصير يا عمري. يا سلام الف مبروك الف مبروك. يلا يلا حلو. 50 الثانيه الله يهينك. تحويل حواله. ايه خالدي موافقين؟ حلو حلو الف مبروك يصير. يلا حظك. 1 2 3 اقعد. يلا الف مبروك. وش التعدي هذا؟ حواله وشوف بالسيارة. خلاص والله ان شاء الله نطفر. يلا يلا ركز. ابشر. 1 اسلم. 2 3 حلو 50 50. يا رب ادينا 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 يا سلام. عاش عاش ابو خالد عاش. يا سلام. ها يا سلام. لا لا هذا قدمي هذا قدمي. لا لا كل واحد 50 كل واحد 50. هاي انا اصرف له اصرف له 20. هاي اصرف له. لازم تصرف انت ابو خالد. خالد مين؟ معي معي خلاص خلي خلي واثق بالرنقي. واثق والله واه من يقول انا اقول انا واه انا واه بكيف انت يا مسي بريت اسم بنت من 7 حروف اول حرفين اسم للصله واخر 3 حروف اسم لنبات. ايوه اتحداك موش الاسم اول حرفين اسم للصله لصله قرابه. ايوه واخر 3 حروف اسم نبات. تحداك مو شيء اسم بنت هذا عواطف. عواطف؟ ايه كم حرف عواطف؟ ما ادري بس طويل 5 حروف. فاطمة. انا اقول لك 7 حروف. فاطمة. هذا 5 حروف. اي صح ركز. 7 حروف اسم البنت من 7 حروف. يجيب الرنجي. عائشة. لا غلط. 5 حروف. 7 حروف. خمسة. هذه 5 حروف. عائشة. اي 7. عائلية. شو اسمها؟ عائلية. وش عائلية؟ يا عيال ها ابو جنيدي. ابو جنيدي حله يا ابن الحلال. زهرة. زهرة. هذه نبات كله. ها عيال. والله هذا اسم طويل يعني 7 حروف. صح طويل. ايه. ايوه فكروا. خديجة خديجة. خديجة. لا غلط. 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 ايش هي رسالة اليوم؟ عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم. ليش يا رسول الله؟ قال فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. وش ازدراء؟ استحقار. استحقر النعم اللي أنعم الله علينا. عندما ننظر للي فوقنا نشوف لابس أفضل مننا وياكل أفضل مننا وصحة أفضل مننا ونستحق نعمة الله التي أنعم علينا. لكن عندما ننظر لمن هو جائع ونحن نأكل، هو مريض ونحن بعافية، هو في خوف ونحن بأمان، ننظر كم من نعم أنعم الله علينا. فرسالة اليوم احذر أن تزدري نعمة الله وأنت لا تعلم.